حياكم الله. لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية البرلمانية في العراق إن أسعار صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية سوف يرتفع ليصل إلى السعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي. وبحسب اللجنة فإن تحسن الدينار في السوق الموازية سيستمر وإن كان بشكل بطيء لحين الوصول للسعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي. ومن المقرر أن يزور السوداني منتصف نيسان المقبل واشنطن لبحث عدة ملفات على رأسها الاقتصادية وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وعانى العراق منذ سنوات من اضطراب في سعر صرف الدينار أمام الدولار بسبب فوضى القرارات في إدارة الملف المالي. قالت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب إن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على تعديل قانون الاستثمار الصناعي. وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيخدم المستثمرين الصناعيين ويسهم في تطوير الإنتاج العراقي، وأنه يعفي المستثمرين الصناعيين من التحاسب الضريبي ويوفر لهم دعما كاملا عن طريق القروض، وأن قراره أو إقراره سيغير واقع البيئة الاستثمارية الصناعية في العراق. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن قطاع الصناعة مهدد بالزوال جراء ضعف التخطيط الحكومي وتعمد الحكومة إهمال إحياء هذا القطاع منذ 2003. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 3 سنتات لتصل إلى 80 دولاراً و87 سنتا للبرميل، كما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 5 سنتات لتصل إلى 84 دولاراً و25 سنتا. ارتفعت أسعار النفط العالمي في التعاملات الآسيوية المبكرة بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا. قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص، قال إن الدعوات التي تنادي بالتخلي عن النفط مغلوطة وغير واقعية، مؤكدا أن النفط يعد عصب الحياة الحديثة. وتوقع الغيص أن يستمر النفط في شغل دور هام وحيوي في أسواق الطاقة العالمية لسنوات وعقود قادمة، مؤكدا أن الاستغناء عنه ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى الأهمية البالغة للنفط في حياة البشرية واستخدامه في العديد من الأنشطة اليومية الحيوية التي يقوم بها الناس باختلاف أماكنهم وجنسياتهم ووظائفهم واهتماماتهم، وأبرزها التنقل والسفر وتوليد الطاقة. قال صندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة إلى تجديد نفسها بسياسات اقتصادية تسرع حل أزمة سوق العقارات وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها. وقالت مديرة الصندوق كريستاليانا غورجيفا إن في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية، قالت إن الصين عند مفترق طرق، إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.